ازيك يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد النهارده، السوشيال ميديا كلها ملهاش كلام عنه. هو ياسمين صبري وعلاقتها بشنطتها وتمن شنطتها، وان الشنطه دي يعني تفتح بيوت كتير قوي التمن بتاعها، وهي قاعده كده باطلاله كده جميله، قاعده مع شنطتها وشنطتها واخده كرسي خاص بيها. شوفوا بقى اللي اتقال عليها، يلا بينا ندخل كده الفيديو ونشوف ايه اللي اتقال عليه. شاركت الفنانة ياسمين صبري بصورتها اثناء استقلالها طائرة خاصة وتجلس داخلها بجوارها تضع حقيبتها، ومن هنا تعرضت الى السخرية والمزاح من قبل جمهورها مطالبين اياها بمنحهم فرصة حمل الحقيبة واستغلال المقعد في السفر معها عوضا عن شنطتها. بعد ظهورها بطائرة خاصة، ياسمين صبري تتلقى عروض لحمل حقيبتها يا ريتني كنت الشنطة. قال لها واحد من جمهورها هذه الجملة، يا ريتني كنت الشنطة. وكانت ياسمين صبري تظهر في الصورة بملابس تمزج بين العملية والكلاسيكية، ازدمجت بين الجاكيت والبدلة الأحمر والبنطلون الجينز والقميص الأبيض، واختارت حقيبة باللون البرتقالي تلك التي وضعتها بجانبها. لذا انهالت التعليقات على لقطتها، فقالت أحد المتابعين، الشنطة دي أسعد من حياتي، وتابع آخرون، يا ريتني الشنطة، نفسي أركب طيارة زي الشنطة اللي كانت هناك دي، واستكمل متابعين، أقعد مكان الشنطة وأشيلها أنا. يذكر أن الفنانة تسببت في جدل الأشهر الماضية بعد ظهور هديتها من زوجها رجل الأعمال أبو هشيمة، وهي سيارتها الجديدة التي يتخطى سعرها 3 مليون جنيه. يا جدعان انتوا بتلاقوا الفلوس دي فين؟ حد بس يعرفني الطريق. وأثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بسبب حملها حقيبة يد من ماركة المعروفة بارتفاع سعرها، ماركة فرنسية، وتم تصنيع هذه الحقيبة خصيصا لأجلها، وتم تدوين حرفين من اسمها الواي والاس على الحقيبة، وهي شركة فرنسية للأزياء الفاخرة تأسست عام 1837، وسريعا أصبحت إحدى أكثر ماركات شهرة في العالم ومقرها في باريس، واشتهرت بتصنيعها للحقائب والأحذية الجلدية الفخمة. وتتراوح أسعار حقائب اليد في ماركة الفرنسية دي من 600 دولار بما يعادل 9640 جنيها مصريا إلى 400,000 دولار بما يزيد على 6,200,000 جنيه مصري، ويتم تصميمها بناء على طلب صاحبها. قولولي يعني ربنا مش هو هيحاسبهم بيودوا فلوسهم فين؟ يعني ما تكون شنطة زي اللي هي ماسكاها دي تفرق ايه عنها عن اي شنطة تانية؟ مش هقولكوا اللي احنا بنشيلها يعني ماشي، بس تكون يعني ابسط من كده. يعني ليه الفلوس دي كلها مرمية في ايه؟ في شنطة هتلبسها مرة مش هتظهر بيها تاني. ده بجد بجد استفزاز استفزاز، يعني حرام. في ناس مش لاقية في البرد ده البطانية اللي تستغطى بيها. هي بيستفزوا الناس ولا ايه بالظبط؟ يعني انت اتجوزتي واحد ملياردير اكتر من كده، طيب يعني نرحم ظروف الناس، يعني اطلعي باطلالات حلوة بس ما تفصحوش بقى باتمان الشنط والعربيات خليها ليكو. محدش اعترض ان انت يجيلك هدية بتلاتة مليون جنيه عربية، ولا مش عارفة بالحقيبة بكام، ولا طيارة خاصة، محدش اعترض نهائي. لكن حسوا بالناس التانية، مش شرط تعرفونا يعني دي بكام ودي بكام ودي بكام. ما حسيتش لغايه دلوقتي ان في واحده اتجوزت واحد غني زيها فكرت في ناس غلابه، قالوا لك لا دي اتبرعت لكذا، دي خدت كام اسره كده فقيره واتكفلت بيهم. لا بيحطين في دماغهم الفسح وكل حاجه، يعني فكروا في الاخره زي ما بتفكروا في الدنيا، فكروا في الاخره. ربنا اداكوا واداكوا من وسع. شوفي كام اسره فقيره، تمن الشنطة دي يعني مش هتضلعك خالص، يعني مش هتأثر عليكي. تمن شنطة واحدة
شوفي افتحي بيها كم أسرة، كم بيت وكم أسرة تفرح بالفلوس دي شهور الشهور. هيدعولك وهتقعدلك في الآخرة. يعني برضو من ضمن الهدايا، من ضمن حاجات من دي، انتي ضحي بجزء. لو هو مش واخد باله من حاجة زي كده، انتي ضحي بجزء. انتي مثلا عشتي عيشة مثلا اقل من كده بشوية، فهتحسي بالناس. انتي لما تروحي ترتفعي لعيشة تانية هتحسي بان انتي اتغيرتي، ان انتي في ايدك دلوقتي مبلغ معين او سلطة معينة. خلاص حسي بالناس بقى وكفولي اسر غلبانة. اتبرعي، انا مش هقولك اتبرعي بقى المستشفيات ومش عارفة ايه، لا، شوفي اسرة غلبانة حية كده قدامك انت شايفاها، وروحي ساعديها، اديها كل شهر مبلغ معين. يعني بتمن الشنطة دي هتأكلي كام أسرة سنة كاملة. فيعني مش قادرة أقول، يعني قمة استفزاز بطريقة رهيبة. فلوس بتترمي في الأرض بطريقة رهيبة. انتوا كمان مش زينا، احنا ممكن نلبس الشنطة شنطتين اتنين نبدل فيهم السنة كلها، لكن انتي بتلبسي الشنطة في مهرجان الجونة مش هتلبسيها في أي حاجة تانية. بتلبسيها مش عارفة في وانتي مسافرة ايه، مش هتظهري بيها تاني. فكل دي مرمية في الأرض، مرمية في دواليب وعلى شماعات هدوم وشنط ملهاش أي تلاتة لازمة ان انتي تصرفي عليها الفلوس دي كلها. وفي آخر الكلام يا جماعة، يعني قولوا رأيكم في الكومنتات، منتظرة رأيكم في الكومنتات، وإيه رد فعلكم على اللي أنا قلته وعلى اللي هي عملته ونزلته. ولو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.